أهلا بكم. تعرض الفنان المصري أشرف عبد الباقي لهجوم شديد على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بسبب ما تردد عن أن مطرب المهرجانات حمو بيكا سيكون بطل مسرحيته الجديدة شميسة وأربع كراسي التي يقوم بإخراجها، ومن المقرر أن تعرض على مسرح مارينا في الساحل الشمالي. وردا على هذا الهجوم قال أشرف عبد الباقي: إن كل ما تردد غير صحيح، وإن مشاركة حمو بيكا في المسرحية ستكون مجرد لوقت قصير، حيث سيظهر استعدادا لإحياء حفل غنائي. ليخبره أشرف عبد الباقي أن هاني شاكر نقيب المهن المسرح الموسيقية في الطريق إلى المسرح، فيلود بيكا بالفرار خوفا من هاني شاكر. وأكد عبد الباقي أن مشاركة بيكا لن تزيد عن دقيقة، وهو ما سيظهر عند عرض المسرحية، مشير إلى أن المسرحية يشارك في بطولتها كثير من النجوم ولا يظهر حمو بيكا في كل العروض. ويستعين أشرف عبد الباقي في المسرحية بعدد كبير من أبطال مسرح مصر الذي قام بإنشائه منذ عدة سنوات، ورغم نجاح التجربة في استقطاب عدد كبير من الجمهور إلا أنها تعرضت لهجوم كبير من عدد من المسرحيين الذين اعتبروها تسيء إلى مفهوم المسرح الحقيقي، حيث قالت الفنانة سميحة أيوب للقدس العربي: إن هذه العروض لا تنتمي للمسرح لا من قريب ولا من بعيد، لكنها عبارة عن مجموعة من السكتشات ربما تثير الضحك أثناء المشاهدة، لكنها لا تبقى في الذاكرة ولا تؤثر في العقل أو الروح، وهذا اختزال مخل لدور المسرح لأنه ليس مجرد وسيلة للإضحاك. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.